هذا يقول: هل من يقيم حفلا للمولد وإحياء لليلة 27 من رجب ولأهل بدر؟ الأصل عندنا هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فقد أوصانا بهذا، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فهل وجدنا في سنة رسول الله الثابتة عنه أنه كان يحيي ليلة 27 من رجب؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة المولد؟ هل وجدنا فيها أنه كان يحيي ليلة بدر؟ ما فيه شيء من هذه الأمور. ما لم يكن في سنة الرسول فهو بدعة، ومن عمله فقد عمل بدعة وعمله مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. فهذه الاحتفالات بالمولد، بالإسراء والمعراج، بليلة مثلا بدر أو غير ذلك، كل هذه من البدع المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والذي يريد الخير يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يريد الشر يعمل بالبدع والخرافات وسيلقى جزاء إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ما أظنه عاقل يريد لنفسه الشر، ولكن الشيطان والهوى والعصبية الجاهلية هي التي تحمل الإنسان على هذه الأمور والتقليد الأعمى. وكما قال الله تعالى أن غالب هؤلاء إنما يقلدون آباءهم على غير هدى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الدين ما هو بيؤخذ بالعوائد والتقليد، وإنما يؤخذ بالسنة، اتباع الكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح الذي ينفع صاحبه. هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله الأمر بإحياء هذه المناسبات؟ لا والله، وإنما الأمر باتباع الكتاب والسنة، هذا هو الموجود وهو الصحيح الثابت. فعلينا إذا كنا نريد لأنفسنا الخير ولإخواننا ولمجتمعنا الخير، علينا أن نتمسك بالسنة وندعو إليها، وأن نحذر من البدع لأنها بدع ضارة ومهلكة. لو أنك رأيت إنسانا قد اشتعل حريق في بيته أو في دكانه أو في سيارته ثم لم تنبهه ولم تخبره بذلك، فإنك تعد في هذا تعد مقصرا ومجرما، وتعد في هذا ربما يحملك على أنك عدو له حيث لم تبلغه. فكيف إذا رأيته يمارس بدعة تبعده عن الله وعن الجنة ولا تنهاه ولا تبين له؟ هذا من أخطر الأمور يا عباد الله. نحن نريد الخير، لا نريد لأحد إلا الخير، ما نريد التفرقة بين المسلمين كما يقال عنا، وإنما نريد للمسلمين الخير، نريد اجتماع المسلمين على الحق، لأن هذا فيه صلاحهم وفلاحهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلا يمكن الاجتماع إلا على الحق وعلى حبل الله الذي هو الكتاب والسنة. أما البدع فإنها تفرق، البدع تشتت الناس، البدع تضر الناس، البدع تهلك الناس في دينهم ودنياهم، فعلينا أن نحاذر ونحذر منها. يقول: هل يعد مشركا؟ لا، هذا ما هو مشرك اللي يحيي هذه المناسبات، ما نسميه مشرك، نسميه مبتدع، نسميه مبتدعا. ونرجو أن الله يهدي ضال المسلمين إلى الحق وأن يبصرهم بالطريق الصحيح، هذا الذي نريده لهم.